معانا على الهاتف دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور علي؟ الحمد لله تمام. محتاجة من حضرتك ترجمة لهذا الخبر، 13 دواء سحبوا من السوق ليه؟ منظومة الدواء هي منظومة ليها ضوابط ومعايير وجودة في الصناعة والتوزيع والتخزين والتداول. هناك معايير جودة لابد من تطبيقها. معايير الجودة بتقول ان انا النهاردة لما تخش مادة خام مصر لابد ان اخد منها عينة واحللها واتأكد ان هي سليمة ومطابقة المواصفات. اول ما بلاقيها مطابقة المواصفات بدخلها تصنيع. بعد ما بصنعها وانا في اثناء مراحل التصنيع لابد من سحب عينات من المنتجات اللي هي تم انتاجها وتحليلها والتاكد من مطابقتها لمواصفات الجوده جوه المصنع. وبعد كده بيتاخد من عينات تتسحب على معامل الهيئه، هيئه الدواء المصريه، للتاكد من جوده وسلامه ومطابقه المواصفات في معامل الهيئه. بعد كده بيبدا تروح من المصانع للموزعين، بيتم سحب عينات عشوائيه من عند الموزعين للتاكد ان مرحله النقل والتخزين كانت مطابقه لمواصفات الجوده. بعد كده بتنزل من موزعين للصيدليات، بينزل المفتشين على الصيدليات ويسحبوا عينات عشوائيه وبيتم سحبها للمعامل هيئه الدواء للتحليل والتاكد ان بعد نزولها السوق لا يوجد تغيير في الشكل ولا في الريحه ولا في الطعم ولا في مرهم مثلا حصل له فصل او ازازه شرب حصل ترسيب او حصل بعض الازايز بيبقى فيه نوع من انواع الترسيب على الغطاء من فوق، سكر بيبقى حواليها، ده برضه عيب المفروض ان هو يتم سحبه. او انه قرص جه المريض يدوبه ما دبش، فاللي بيتم التاكد منه من المعامل الهيئه في الحالات دي. وده على فكره ده نظام متبع على كل مستوى العالم، يعني في اوروبا وامريكا نفس القصه، بيتم متابعه الدواء من اول ما يخش ماده خام الى ان ينزل الصيدلات، بحيث ان هو يتاكدوا في جميع مراحله ان الدواء اللي موجود فعال وامن ومطابق للجوده ومعايير الجودة اللي موجودة، لأن مصر مصنفة رقم 3 في منظمة الصحة العالمية، ولابد من تطبيق هذه الإجراءات. والأهم من ده أنه هو أول ما بتم رصد أي حاجة فيها غير مطابقة للمواصفات، زي ما حضرتك شفت المنشور اللي نزل، ده حقيقي ودي يعني جراءة واحترام للمواطن والمستخدم بشكل كبير جدا. لكن اللي أنا عايز أسأل عنه يا دكتور، إيه اللي السبب اللي يخلي الشركة أو المسؤول عن هذا الدواء في التغيير في التركيبة؟ بيقلل مثلا المادة الخام، بيحاول التوفير، إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ أو من سوء تخزين، ولا كل هذا مع بعض؟ لا، الحاجة اللي لازم نبقى متأكدين منها 100%، ولا تقبل الشك، مفيش حاجة اسمها دواء ينزل مادة خام ناقصة خالص، ولا في شركة بتراهن على سمعتها ولا سمعة منتجها، ولا هيئة الدواء لن تسمح. لأن بقول لحضرتك بيتاخد العينة قبل ما تنزل السوق، تحلل في المعامل، لو طلعت العينة دي مادة خام مش مظبوطة مش هتنزل أصلا. إنما اللي بيحصل إنه في بعض ظروف التخزين، انك انت ممكن تكوني مثلا عامله مثلا درجه حراره 25 ودرجه حراره بره 35 او 35، او في بعض المحافظات بتعدي ال 40. خلاص، في مثلا دواء مثلا في النقل بتاعه في بعض الموزعين مثلا عربيه غير مكيفه وغير مؤهله، فهمت، بتبقى درجه الحراره عاليه تاثر عليها، وبالتالي تلاقي لون اتغير مثلا او تلاقي ريحه اتغيرت. تمام، الحاجات دي كلها المعامل لما بتسحب عينات عشوائيه لما بترصدها لابد منها تحذر الاطباء. هي مش كل التشغيلات اللي نزلت فيها مشكله، لا، هي بتبقى تشغيله. انا مثلا بعمل 500 تشغيله في السنه، فهي تشغيله، وده متبع عالميا. النظام ده مش جديد في مصر، بالعكس مصر بتطبق اعلى معايير جوده متابعه جوده تداول الدواء في مصر. يهمني وحضرتك معايا طبعا، وحضرتك مش جديد علينا، ضيفنا دايما وبتشرفنا، فكره النواقص في السوق من الادويه، وخاصه ادويه الامراض المزمنه، واللي يمكن اسعارها مش غاليه، يعني المفروض ان الحاجات اللي اسعارها في المتناول لكن مش موجوده يا دكتور علي، منها ادويه الضغط وحاجات على الحاجات المزمنه الموجوده.
بص حضرتك، انا اللي اقدر اكد عليه الاتي، ان مصر مخزونها الاستراتيجي في الادويه التي ليس لها بدائل، التي ليس لها بدائل او مسائل، وخصوصا ادويه الاورام والانسولين ما لهمش بدائل ومسائل، موجوده مخزونها من 3 لـ6 شهور. خلاص، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي رقم 15301، رقم 15301 ده رقم هيئه الدواء، يقدر اي حد يتواصل معاهم يقول لهم انا الدواء بتاعي مش لاقيه فين، هيقولوا له في الحته الفلانيه. ده رقم واحد. رقم اثنين، الادويه التي لها مسائل وبدائل مخزوننا في كبلد موجود من 6 لـ12 شهر، من 6 شهور لـ12 شهر. طب السؤال هنا المشكله فين؟ المشكله ان ادويه الضغط وادويه السكر المستورده كان في ضوابط لاستيرادها في الفترات الاخيره اللي هي الاجنبيه. طب هل هذه الادويه ليها بدائل ومسائل مصريه؟ ايوه ليها. هل اسعارها زي الدواء الاجنبي؟ لا، اسعارها 50% من الدواء الاجنبي. هل هي ليها نفس الكفاءه او نفس معايير الجوده؟ ليها نفس الكفاءه او نفس معايير الجوده. هي القصه ان احنا في مصر ماشيين بمفهوم ثقافه المواطن الاسم التجاري، بره بيشتغلوا بعلم اسمه الاسم العلمي، وبالتالي انت بتروحي للصيدليه بره في اوروبا وفي امريكا يديك الاسم العلمي. فين انت ده لو راح بيبقى رايح على شكل العلبه يا دكتور علي، ماشي عليها بقى له 10 سنين عايز شكل العلبه دي يا سفندم. دي حضرتك، ما هو دي ثقافه متوارثه. انت لما بتروحي تامين الصحه او وزاره الصحه او مستشفيات الجيش او الشرطه في مصر بيكتب الاسم العلمي، ما بيكتبش بشكل دواء. هل ده وارد يبقى في مصر الفتره الجايه دكتور علي بتقارب نقول تشريعات جديده قوانين جديده؟ بس احنا مع الانطلاقه او تحرير سعر الصرف الاخير بصراحه دي خطوه هامه جدا، وهتدعم صناعه الدواء جامد، لان هنا هيبقى توفير الدولار اسرع واسهل. خلاص، فالامور هتبقى واضحه، وبالتالي هنا هيبقى الانتاج اعلى، وهيبقى في تنوع تاني لوجود الادويه في السوق المصري. واحنا داخلين على هذه المرحله، واحنا في مواد خام كتير في الاسبوعين اللي فاتت طلعت، والمصانع شغاله بكامل طاقتها. لازم تشرفنا قريب يا دكتور علي. تعرف لينا احنا ونسال يا فندم. شكرا لحضرتك جدا، دايما ما نستزيد بوجود حضرتك دكتور علي عوف، رئيس شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه.